سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة للدولة. سابعا، قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022. ثامناً، إعفاء المتعثرين من سداد فواتير وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة أو المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحد أقصى بنهاية 2024. احنا بنتكلم على الفوائد وغرامات التأخير وسداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة. شعب مصر العظيم، ستظل مصرنا الغالية العزيزة هي نقطة التلاقي التي تجمع قلوب المصريين في حبها وسواعدهم لبنائها وأحلامهم لقوتها وعزتها، وستبقى إرادة المصريين هي سر قوتنا ووحدتنا، هي ضامن بقائنا، ولقاؤنا مرهون بقوة أحلامنا وآمالنا في وطن يليق بعراقته وجهود حاضرنا وإشرافه وإشراقة مستقبلنا. وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر، وستبقى مصر بإذن الله هي مبتدأ الأمر وخبره، وبنا جميعا إن شاء الله. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.